هز انفجار عنيف بعد منتصف الليلة الماضية مدينة البيضاء ناتج عن عبوة ناسفة. وذكر مراسلنا أن العبوة التي زرعت بجانب طريق الإسفلتي في الشارع العام وسط المدينة أسفرت عن تضرر عدد من سيارات المواطنين من دون أن تسفر عن سقوط ضحايا. الانفجار يأتي بعد أسبوع من انفجار مماثل في المنطقة نفسها أسفر عن جرح مواطن وتضرر محلات تجارية.